كما كان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخي صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم ليترأس نيابة عن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وفد السلطنة إلى أعمال الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين على مدى يومين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وسعادة سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين والقائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان ومحافظ المحافظة الجنوبية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وأعضاء السفارة العمانية في البحرين. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات الملكية الكبرى بقاعدة الصخير الجوية تبادل خلالها جلالة الملك المفدى وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين. غادر موكب سموه إلى مقر إقامته في قصر الصخير، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرافق صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان وفد رسمي رفيع المستوى.